تنامي مزيان وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. الفيديو ديال اليوم غادي يكون خاص بالناس البنات ولا الدراري اللي كيعانيو من حب الشباب. هذا الفيديو هذا هو اكثر فيديو تطلب مني، يعني منين بديت القناه ديالي على اليوتيوب هو كيتطلب مني الفيديو هذا، لحقاش تقريبا 3 سنين وانا كنعاني من مشكله حب الشباب. إذا عجبكم هذا الفيديو هذا اكيد ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه، ضغطوا على زر ديال سبسكرايب، واهم حاجه من الاشتراك هي انكم تضغطوا على الزر ديال الجرس. كنتحرك بزاف سو كتمشي الفوكس. قلت لكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وما تنساوش تضغطوا على الزر ديال الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي ان شاء الله. وما تصوروش شحال متوتره باش ندير هذا الفيديو هذا، ولكن ما عرفتش علاش جوست متوتره، عمري ما توترت بحال هكا. ولكن المهم اوكي سو نهضر لكم شويه على تجربتي مع حب الشباب، على قصتي مع حب الشباب، يعني مع الحبوب. الحبوب بداني في السيزيام، اواخر ديال السيزيام، يعني في العطلة الصيفية. وذاك الساعة كنت كنفكر اني نبدا قناة على اليوتيوب، يعني باش بداني كان مجهد بزاف، كان قوي بزاف، يعني كان فيا بزاف ديال الحبوب، خصوصا في الجبهة ديالي، يعني كانت عامرة في الحبوب ما تشوفوش فيها. ذاك الساعة كنت مازال ما كنديرش الحجاب، كنت كنضطر انني ندير قصيصة بحال هكا، ولا كنت كنضطر انني نغطيها بكاسكيت ولا شي حاجة، لحقاش أول مرة في حياتي كنعاني من هاد المشكل هذا. وصراحة في الأول ما كنتش كنعرف كيفاش نتعامل معاه، ما كنتش كنعرف كيفاش نتعامل مع ردة الفعل ديال الناس، يعني كانوا كيشوفوك أو من جبتك بحال هكا. أكثر كلمة كنت كنسمعها ولا أكثر جملة، معرفتش واش زعما خاصني نقولها ولا لا، ولكن المهم استسمح، اكثر جمله هي مال جبهتك مفرقعه بالحبوب. يعني المهم كنظن انا ماشي كلشي غيفهمها، المهم الا ما فهمتوش شنو هي مفرقعه، هي مطرطقه كيف ما كيقولوا بعض الناس. المهم هي مطرطقه بالحبوب، يعني كانت الجبهه ديالي يعني ما تشوفوش فيها، كانت في واحد الحاله. المهم عندي تصاور، ولكن عندي تصاور بلا حجاب، يعني ما نقدرش نوريهم لكم. بغيت ندير شي حاجه باش نوريهم لكم، ولكن المهم ما غاديش نقدر نوريهم لكم. الا لقيت شي تصويره ولا شي حاجه نقدر نقطعها وندخلها لكم هنايا ولا هنايا، ولكن المهم قلت لكم بلي بداني في السيزيام، كانت جوست في الجبهه ديالي، وكان يعني الحبوب اللي كان كينوض فيا هو داك الحبوب الابيض. استسمح مرة أخرى، هو الحبوب اللي كيكون فيه القيح، يعني كيكون عامر بالبيضية، عامر بالقيح. وشوية بشوية بقيت كان يعني كنعرف كيفاش نتعامل مع الناس، كنعرف كيفاش نتغاضى على بعض النظرات ديال الناس، كنعرف كيفاش ما نبقاش نتسوق الحبوب. حتى يعني دخلت لهذا المجال ديال اليوتيوب، ما كنكذبش عليكم تلقيت بزاف 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 ديال الانتقادات على الحبوب، يعني مال جبتك ديال الحبوب مالك. المهم راكم عارفين زعما داك المعيور اللي كيكون فيكم اللي كيقولوه لكم اللي كيكون فيكم الحبوب. تلقيت بزاف ديال المعيور، بزاف الانتقادات على الحبوب على هادي، ولكن الحمد لله ما كنتش كنديها فيهم بزاف، لحقاش هاد الحبوب هذا ولا هاد الحاله هذه اللي كتكون فينا هي يعني ماشي حنا اللي اختاريناها، كتجي في واحد السن كيجيك. يعني اغلبيه ديال الناس اللي يجيهم حب الشباب قليل، الا ما جاكش صغيره كيجيك كبيره، قليل قليل قليل، واحد النسبه قليله بزاف هما اللي ما كيجيهمش خطره حب الشباب. يعني ضروري الا ما جاكش انت في هذا السن ديال المراهقه، عيجيك في السن ديال 21 22، كاين اللي كيجي على 13 عام 14 عام، وفي هذا السن هذا ديال 19 20 ما كيبقاش فيه، وكاين اللي كيبقى فيه حب الشباب حتى كيتزوج. يعني ضروري ما غادي ندوزو من هاد المرحله هذه، سو كنتمنى اننا ما نبقاوش زعما كيفاش غادي نوضحها لكم، ما نبقاوش اننا نعيفو من الناس اللي كيكون فيهم الحبوب، لحقاش ماشي هما اللي اختاروا انهم يكون فيهم الحبوب. اكيد كاملين كنبغيو ان البشره ديالنا تكون مثاليه، ان يعني ما يكونوش فينا الحبوب، ولكن
هادشي اللي كتب علينا الله سو خاصنا نتعاملوا معاه. بون هاد الفيديو هذا كنظن انه غادي يكون طويل وما غاديش نهضر بزاف جوست بغيت نوصل الميساج هو البنات اللي فيهم الحبوب بنات عافاكم البنات يعني خذوها نصيحه من اخت الا كنت صغار منكم من اخت صغار منكم ولكن مجربه والا كنت كبار منكم راها نصيحه من اخت كبار منكم ومجربه كذلك سو ما تبقاوش ديروها في الناس ما يعني ما تعطيوش داك الحبوب واحد الاهتمام بزاف لحقاش كل ما اهتميتوا به وكل ما بقيتوا يعني غير حاضينه كل ما كتزيدوا تعقدوا اكثر يعني راه انا كنعرف شي بنات معقدين لهاد الناحيه يعني اون فوا كتشوفي لها فديك البلاصه اللي فيها الحبوب صافي كتستريسا وما كتبقى عارفه ما دير سو ما تبقاوش ديوها في الحبوب يعني قنعوا راسكم بان داكشي عطاه لكم الله وانتم خاصكم ترضاو به. ندوزو دابا للفقره الاهم واللي هي كيفاش حاربت حب الشباب ولا كيفاش داويت حب الشباب بواحد المعنى صحيح. فغنشرح لكم الحاله ديال وجهي دابا يعني مؤخرا ما بقاش كينوض فيا داك الحبوب ديال الريوس البيضين يعني الريوس اللي كيكونوا داير القيح ما بقاوش كينوض فيا نهائيا ولاو فيا غير حبيبات صغيرين تحت الجلد عرفتش مال الكاميرا ولكن مهم ولاو فيا حبيبات صغيرين تحت الجلد تقريبا بحال بوان نوار ولكن المهم تيكونوا غير منبتين هكا يعني ما كيديروا لا لقيح لا والو كيبقاو غير هكاك وحاليا كنحارب فيهم ان شاء الله منين غادي ما يبقى والو 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 غادي ندير لكم فيديو اخر ان شاء الله. فاول حاجه غادي نوريها لكم ولا اول حاجه غادي نشاركها معكم هي اوبس باش كنغسل وجهي واحد النقطه مهمه بزاف البنات لحقاش حنا كنديروا الماكياج جربت البنات بزاف 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 بزاف, بزاف, بزاف ديال الحوايج ولا ديال المستحضرات ديال ازاله المكياج يعني باش كنحيدوا المكياج ديالنا وكاملين كاملين كاملين ما كانوا يعني هما كانوا كيديروا الخدمه ديالهم كيحيدوا مزيان المكياج وداكشي ولكن كانوا ما كيخليوش هاد التريتمون اللي كندير يدير خدمته مزيان يعني كانوا كيزيدوا لي الحبوب انا البشره ديالي دهنيه اللي كيسولوا البشره ديالي دهنيه دونك فواحد الوقت ما بقيتش كنستعمل المستحضرات ديال ازاله المكياج وليت كنحيد المكياج بالصابون اللي كنغسل به وجهي نيشان يعني كندير المره الاولى كنحيد المكياج وعاد كنعاود كاميرا وعاد في المره الثانيه كنعاود نغسل لافوس اللي غادي نهضر لكم عليها من دابا شويه كنغسل وجهي مزيان ما بقيتش كندير مستحضرات ديال ازاله المكياج وليت كنخدم غير الصابون نيشان اول واحد كنت كنستعمل هو هذا ديال لا روش بوزي اف كلار تلاحظوا بانه خاوي ولا ما فيه والو قليل فيه واحد شويه ولا هذا البنات كان مزيان يعني كان مناسب للبشره ديالي يعني كيدير خدمته مزيان ولكن ما كانش قوي كفايه على الحبوب عليها بدلت هذا سو هذا البنات سميتو كيراكنيل هذا هو ديال الحبوب يعني هذا هو اللي عاوني بنسبه نقدر نقول 70% ديال غسول الوجه سو انا كنستعمل هذا كنصحكم به بزاف البنات مناسب يمكن لجميع انواع البشره ولكن خاصها تكون فيها الحبوب سو هذا كيدير 104 درهم في بارا فارماسي ودابا غادي ندوزو للحاجه الاهم في هذا الفيديو كامل واللي هي لابروس اللي كنغسل بها وجهي اللي كاملين سولتوني عليها واللي هي هذه ديال فوريو لونا جو انا خديتها صغيره على ود نديها معايا فين ما مشيت دائما كنتبع شي حاجه ولا كنتبع شي تريتمون ولا شي حاجه وكنساه سو كنعاود من الزيرو هذه صغيره دائما خاشيها في الساكي فوالا بلاتي هي كتشارجا دائما خاشيها في هاد الخنيشه هذه كنديها معايا فين ما مشيت فوالا الشارجور ديالها كيجي على هذا الشكل تقدروا تشارجيو حتى مع البيسي كيجي بحال هكا
كان ركبوه هنا في الظهر ديالها عند واحد البطون اللور. ولكن الا كنتو كتسمعوا كدير واحد الدبدبات خفافين خفافين. وعندها هاد العيبات هادو من هنايا، عندها ريشات شويه غلاظ المناطق اللي كيكونوا شويه حساسه يمكن. ومن اللور غتلاحظوا بلي عندها واحد الخطوطه هنايا من بعد ما كتغسلوا وجهكم وكديروا لاكريم ديالكم كتدوزوها على وجهكم بحال هكايا. وهاد الخطوطه هادو كيف ما قلت لكم كيحاربوا التجاعيد وكيحاربوا العلامات ديال التقدم في السن. سو هاد لابروس فادتني بزاف 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 بزاف. علاش؟ لحقاش استعملت ما وحده ما جوج ما خمسه ما 10 ديال لي بروس، استعملت بزاف ديال الحوايج ولكن ما يعني هما كينظفوا اهدروا اي حاجه غادي تشري غادي توصل لكم مزيان، ولكن كيشدوا الجراثيم بواحد النسبه اللي كبيره كبيره بزاف. عكس ديال هذه، هذه مصنوعه من السيليكون يعني ما كتشدش الجراثيم نهائيا. واخا تبقاو تكسوا بديكم بحال هكا واخا اي حاجه، المهم هادشي اللي قريت عليها ما كتشدش ما كتشدش الجراثيم نهائيا نهائيا نهائيا. وحتى الاستعمال ديالها بسيط بزاف والاستعمال ديالها زوين. هاد اللون هذا راه ماشي غير زعما مزوقينها به، هاد اللون هذا تيعني النوع ديال البشره ديالك. كاينه البشره الحساسه، البشره المختلطه، البشره انا يمكن هذا خديت ديال البشره المختلطه ولا العاديه يمكن، لحقاش انا عندي هاد المنطقه هذه دهنيه ولكن الباقي ديال الوجه ديالي عادي ناشف، دونك خديتها ديال المختلطه. واحد الحاجه اللي باغي نعتذر لكم عليها وباغي نعتذر لكم ليها بزاف هي انه هاد لابوس هادي صيفطوها ليا في رمضان، يعني في 10 ايام قبل العيد تقريبا بحال هكاك، وقالوا لي هضري عليها داك الساعه لحقاش كانوا دايرين واحد الجيف واي اللي هو هذا البواط كتجي هكا كانوا ريحتو سهله. المهم هذا الجيف واي هذا كانوا دايرين العيد الفطر، ولكن اكيد انا ما يمكنش نشدها غير هكا ونهضر عليها، انا ضروري خاصني نجربها مزيان 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 مزيان. دابا راه تقريبا شي شهر وزياده وهي عندي حتى جربتها مزيان، عاد بغيت ندير لكم هذا الفيديو هذا. ندوزو للحاجه الثانيه واللي هي لا كريم ايدغاتونت، يعني الكريم ديال الترطيب. وانا كنستعمل هذا اللي سميتو سيبيونيكس ايدغا، كيجي على هذا الشكل هذا. هذا حتى هو كيتباع في بارا فارماسي، كيدير شي 132 درهم شي حاجه بحال هكا. وهذا البنات حتى هو هذا كانت خرجته ليا الطبيبه اللي كنت مشيت عندها على ود الحبوب، كانت عطاتني هذا وعطاتني البنات عرفكم عاد تسولوني على حتى الفوندو تاع اللي كندير حتى هو هذا. هذا كيساعد باش ما يسدش ليا المسام، يعني باش ما يخنقليش البشره ديالي وباش ما يعني باش ما يتزادش ليا الحبوب. سو اعتذر. بون هاد الفوندو تاع هذا حتى هو نفس لا مارك ديال سيبيونيكس، انتما غتشوفوهم يتشابهوا بحال بحال. هذا عطاتو ليا الطبيبه فابور، صراحه ما عرفتش شحال كيدير ولكن غادي تلقاو في بارا فارماسي. طب هذا هو المرطب اللي كنستعمل، فوالا هو هذا. هذا البنات حتى هو يعني فادني بزاف، ولكن هادشي كامل مع بعضياته هو اللي كيعطي نتيجه. يعني مهم الا كان عندكم شي مرطب اخر يعني خاص بكم وعارفين بلي ما كينوضش لكم الحبوب تقدروا تستعملوه، يعني كيبقى اختياري. انا كنستعمل هذا. اهم حاجه اهم 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 حاجه هادشي كامل هي الوقايه من الشمس. لحقاش الشمس كنا عارفين بلي الشمس يعني مزيانه للبشره ديالنا، ولكن غير شي شويه الا كثرات ولا فاتت الحد ديالها كضر لينا البشره بواحد الشكل مو طبيعي. المهم انا كنستعمل هاد الواقي ديال الشمس مع الافين اللي كيجي بحال هكذا معروف اغلبيه البنات كيستعملوه. كنستعمل هذا الا كنت خارجه كنديرو كل جوج السوايع، وفي النهار كنديرو اون فوا كنغسل وجهي وكندير المرطب عاوتاني كنزيد كنزيد ندير هذا. لحقاش ما كيحميش غير من الشمس، كيحمي حتى من الوسخ من التراب اللي كيتجمع لينا على البشره ديالنا. سو انا كنديرو خرجت ولا ما خرجتش. كان بعد كاينه هاد
وماذا هذه اللي كنت ديجا هدرت لكم عليها ديال لاغوش بوزي سميتها حتى هي افا كلار ديو بلس فوالا هي هذه كنديرها في الصباح هذه اونتي طاش يعني ماشي كتحيد لي طاش هذه كديروها للحبوب اللي كيكون فيكم باش منين كيبرى ما كيخليش لكم الاثار وهذه كنديرها في الصباح كنبغي نديرها غير في الصباح لحقاش عندي وحده اخرى كنديرها بالليل سو هذه كنديرها في الصباح دائما يعني ملي كنغسل وجهي كندير لا كريم ايدغاتون ديالي كنولي ندير هذه غير على البلايصات اللي فيهم الحبوب هذه يا بنات الا كنتو باغين زعما ديروا فوقها فوندو تاع ولا شي حاجه ماشي مشكل تقدروا ديروها ولكن غير ما تقويوش لحقاش كتبقى تقشر ديروها وديروا فوقها الماكياج ديالكم عادي ومن بعد كاينه هاد البوماده اللي كندير بالليل سميتها ايبيدو جل المهم هذه شريتها من الفرماسيان كدير صراحه ما عقلتش حتى ما ديرها ولكن المهم هذه كتاخذوها من الفرماسيان عافاكم حتى تسولوا مول الفرماسيان ولا الطبيب ولا شي حاجه عاد تستعملوها ولكن راها كتفيد بزاف صراحه البنات كتعاونكم بزاف 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 منين كنديرها الصباح منين كنفيق كنحس بوجهي ما بقى فيه والو ولكن المهم من بعد ملي كنغسلها كنحس بلي راه باقي فيه شويه ولكن المهم كتفيد بزاف 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 البنات كنصحكم بها غير نتوما استشروا شي متخصص كان هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم نقدر نخلي لكم شي تصاور هنا الى لقيت ديرو معايا نلقى شي تصاور بزاف وشي تصاور زعما ما كيبانش الحمي وداكشي غادي نخلي لكم هنايا قبل وبعد الى لقيت المهم اعتذر الى ما لقيتش فوالا كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون فادكم واخا غير شويه المهم استفدتوا منه كنبغيكم بزاف تلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وما تنساوش بغيو راسكم كيف ما نتوما لحقاش نتوما ولا انت اللي كتشوفي فيا دابا اجمل وحده في الكون كامل كنبغيك بزاف